فهناك فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء. شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء. فشروط الوجوب لابد أن يكون مسلما، وشروط الإجزاء لابد أن يكون مسلما، وشروط الصحة لابد أن يكون مسلما. إذن هذا شرط إيش؟ مشترك. كذلك العقل، أن يكون عاقلا في شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء. أما شرط البلوغ فهذا يشترط في الإجزاء والوجوب، لا يشترط في الصحة، يصح شروط غير البالغ. الحرية كذلك يشترط في الوجوب وفي الإجزاء ولا يشترط في الصحة. القدرة يشترط في الوجوب فقط لكن يصح في الإجزاء ويصح في الصحة. طيب، يصح ويجزئ. والمرأة بدون محرم لا يشترط في الوجوب لكن يصح في الإجزاء ويصح في الشروط، من شروط الصحة ومن شروط الإجزاء، يعني يسقط، يعني يصح من المرأة ويجزئ عنها. ومعنى يجزئ أن يكفي عن حجة الإسلام. فالمرأة إذا حجت بدون محرم نقول صح حجك ولا يلزمك حج آخر، هذا صح وأجزأ. العبد والصغير لا يجب عليهم الحج، لكن لو حج نقول يصح ولا يجزئ. يلزم العبد إذا صار حرا أن يحج مرة ثانية، ويلزم الصغير إذا بلغ أن يحج مرة ثانية. نعم كتب له أجر الحجة الأولى لكن أجر حج نافلة، أما حج الفريضة فلا تجب عليه إلا بعد أن يبلغ، وهذا بعد أن يعتق يكون حرا. مثل لو أن الآن إنسان الآن صلى الظهر مثلا، نقول له ما أذن الظهر، ما دخل الوقت، قال طب صليت، صح لكن نافلة، تصح لك إيش؟ نافلة، لكن يلزمك إذا أذن الظهر إيش؟ أن تصلي الظهر. كذلك الصغير والعبد إذا حج قبل وجوب الحج عليهما فإنه يصح منهما نافلة، ويلزمهما إذا عتق العبد وإذا كبر الصغير أن يحج مرة ثانية. أما المستطيع لا، غير المستطيع أقصد، غير المستطيع والمرأة فهذان إذا حج صح حجهما، حجهما وأجزأ كذلك عنه، لكن ما كان يجب عليهما، ما كان، طيب تكلف وراح، عصت وراحت، الحج صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام. نعم.